بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هحل معاكم اسئله الدرس الخامس من الشابتر الاول للمحور الرابع Discover Primary 2. خلينا نشوف مع بعض اخدنا ايه في كتاب المدرسه، وبعد كده نرجع لكتاب جم. في الدرس الثالث والرابع اتكلمنا عن اللتر، اتكلمنا عن الايميل، اتكلمنا عن الابليكيشنز اللي بتبقى موجوده على السيلفون زي الواتساب والماسنجر، اتكلمنا عن السوشيال ميديا زي الفيسبوك. كل الحاجات دي بنتواصل فيها عن طريق الكتابة، فدي اسمها written communication. يبقى هي written communication لما بنتواصل عن طريق الكتابة. طيب امال بقى لما شخص بيتواصل مع شخص تاني كده face to face، يبقوا شايفين بعض وجها لوجه، بنسميها ايه؟ بنسميها in person communication. يبقى انا عندي نوعين من الكوميونيكيشن، written communication ودي اتعلمناها في الدرسين اللي فاتوا، و in person communication. طيب لما شخص يبقى واقف قدام شخص وبيتكلموا سوا، تمام، او بيشاوروا لبعض، دي طريقة تواصل وهم واقفين قدام بعض وشايفين بعض بعينيهم، اسمها ايه بقى؟ دي اسمها non-verbal communication و verbal communication. يعني التواصل عن طريق الكلام ان احنا بنتكلم verbal communication، او non-verbal communication هو التواصل عن طريق الاشارات. الاشارات انا بعمل لك اشارة، انت بتفهم من الاشارة دي انا قصدي ايه من غير ما اتكلم. طيب فهنا هو قال لي انا جايب لك examples، امثلة لل non-verbal communication من غير ما انت هتسمع الحوار اللي بيدور، انت عن طريق الـ non-verbal communication، عن طريق الاشارات اللي بتدور في الصور، انت هتقدر تستنتج ايه اللي بيحصل. يعني البنت دي بتعمل ايه، البنت دي مالها، كل ده non-verbal communication. حتى مفيش ولا كلمة مكتوبة تبين لنا الحوار، الولد ده ماله، دي عايزة تقول ايه بالاشارة اللي هي بتعملها، هل هي احنا سامعين بتقول ايه او بتتكلم بتقول ايه. لا، يبقى كل دي non-verbal communication. طيب انت شايف ايه اللي بيحصل، الاشارات اللي بتتعمل دي بالفيس وبالايد، ده عايز يقول ايه، دي non-verbal communication. هما بيتواصلوا مع بعض وهم بيتكلموا معاه verbal، لكن وانت شايف بعينيك الصورة دي هتقدر تفهم عن طريق ال non-verbal communication غير ولا كلمة انت سامعها. عارفين الفرق؟ فهمتوا الفرق؟ هما بيتواصلوا ب verbal communication، بيقولوا كلام طالع من بقهم، انا كدعاء وانا باصه للصوره هفهمها عن طريق الاشارات، هنا حاطط ايده على ودانه، هنا ده ملامح وشه عامله ازاي، ايده بتعمل ايه، يبقى دي اسمها non-verbal communication. اتفقنا؟ الولدين اللي قدامي دولت هم بيتواصلوا ازاي؟ هم بيتواصلوا انه بيكلمه في ودنه بيقول له حاجه، فدي كده verbal communication. لكن انا كدعاء وانا باصه للصوره هفهم ان هم بيقولوا سر عن طريق الـ verbal communication، عن طريق حركة جسمهم وهو موطي عليه بيقول له حاجة في ودنه، يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها non-verbal communication. خلاص؟ طيب ايه اللي بعد كده اخدناه؟ اللي بعد كده ان هو جاب لي conversation، حوار بيدور ما بين نور وحساب في feelings، في feelings زي happy, angry, confused, sad, laughing، كل دي feelings، مشاعر و expressions، تعبيرات بتحصل من الشخص. وكنا عملنا كرافت حلو قوي في الدرس دوت، شرحناه في كتاب المدرسة، هعرضه عليكم حتى تشوفوا شكله عشان لو تحبوا توروه للولاد في شرح كتاب المدرسة. ده الكرافت اللي كان مطلوب مني في دليل المعلم اللي أنا أعمله، ونشرح واحنا بنقول الconversation دي، الفيلينجز دي اللي بتخلينا نفهم اكتر واحنا بنتكلم، لان تعبيرات الوش وحركة الايد بتخلينا نقدر نفهم اكتر في الان بيرسون كوميونيكيشن. وادي كنت الفيلينجز دي اللي هم الفايف فيلينجز كانوا موجودين هنا، الهابي والانجري والكونفيوزد والساد واللافينج، دول الفايف فيلينجز اللي موجودين هنا في الكونفرزيشن. كان المطلوب ان الطفل الاطفال هيمثلوا مع بعض الكونفرزيشن دي وهم ماسكين الفيلينجز دي، وقت كل فيلينج او اكسبريشن هيطلعوا البابت ده عشان يعرضوه هم بيقولوا السنتنس بتاعته. خلاص يلا بقى نحل من كتاب جيم ونشوف عمل معانا ايه في الدرس.
هنا بيقول لي ايه؟ هنا في activity 1 بيقول لي non-verbal and verbal communication. يبقى زي ما اتفقنا ال non-verbal communication لما الناس بتتواصل مع بعضها من غير ولا كلمة، زي طريقة تواصل البيبيز الرضع، بيعيطوا، بيرفصوا، بيضحكوا، كل دي reactions ليهم بنفهم منها هم عايزين ايه من غير ما يتكلموا. ال verbal communication لما الناس بتتواصل مع بعضها. طيب write verbal or non-verbal communication، انت هتكتب اذا كانت طريقة التواصل دي verbal ولا non-verbal. هنا البنتين دولت بيتواصلوا مع بعض بيتكلموا ولا بالإشارة؟ لا بيتكلموا، يبقى ده verbal communication. طيب الولد ده بيتكلم مع حد ولا احنا فاهمينه من او الشخص اللي واقف قدامه فاهمه من غير ما يتكلم ولا كلمة، من غير ولا كلمة، يبقى ده non-verbal communication. طب البنوتة دي بتعبر للي قدامها بالإشارة ولا بتتكلم؟ لا بالإشارة، هي مش عاجبها حاجة معينة، يبقى دي non verbal communication. طيب هنا الناس دي وهي بتتكلم والست دي تعبانة، الناس دي بتتكلم مع بعضها ولا ما بتتكلمش؟ الحوار ما بينهم فيه كلام ولا لا؟ اه فيه كلام، يبقى ده verbal communication. طيب البنوتة دي بتتكلم مع حد ولا بتعبر بإيديها؟ بتعبر بإيديها، يبقى non verbal communication. ولكن خليني أقول لكم حاجة، لو انا كدعاء هبص للصوره وهشرح ايه اللي فيها من غير ما اسمع الكلام الناس دي وهي بتتكلم مع بعضها، يبقى انا كده كدعاء فهمت اللي هم بيقولوه عن طريق الاشارات، عن طريق النون فيربال كوميونيكيشن، ان she is tired، هي حاطه ايديها على دماغها، she is tired، they are talking in work، هم بيتكلموا في الشغل ماسك لابتوب اهو ورق، and she is so she is tired، هي ايه so tired، هي تعبانة جدا. خلاص انا كده فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. فانا اقدر اقول ان انا كدعاء فهمت عن طريق ال non-verbal communication، في فرق، يا رب يكون وصل. طيب تعالوا نقرا مع بعض النوت هنا، هو بيقول لي ايه؟ verbal communication we use words while communicating، يبقى ال verbal communication معناها ان احنا بنقول كلام واحنا بنتواصل. In non-verbal communication, we don't use words، احنا ما بنستخدمش كلمات، while communicating، واحنا بنتواصل. We use body language، احنا بنستخدم ال body language اللي هي حركة الجسم، دي اسمها body language، دي اسمها body language، تمام؟ طيب We use body language and facial expressions، ال facial expressions تعبيرات الوجه، ده facial expression، ده facial expression، دي تعبيرات وجه، خلاص؟ يبقى في فرق ما بين ال body language وال facial expressions. طيب ايه اللي بعد كده؟ يبقى we use body language and facial expressions in communication، في التواصل، تمام؟ طيب يلا نشوف اللي بعد كده.